جماهير النادي الاهلي وصفتها بشكل انا شايفه فيه يعني فيه ايه؟ فيه عبقريه. انت ساعات من كتر صعوبه الكلام لما ما تتكلمش يبقى اقوى. فسيد اسياد العالم لا تحدثوني. خلاص. طيب نروح لشادي المأمور من ارض استاد مختار التتش ومباراه مش مباراه بقى دي احتفاليه النادي الاهلي، المباراه خلصت خلاص. نروح لشادي المأمور ونتابع معاه احتفاليه النادي الاهلي. كريم ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النهار رياضه في كل مكان، برحب بيك طبعا، برحب بنجوم الاستوديو طبعا النهارده الكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين. طبعا يا كريم احنا موجودين داخل ملعب النادي الاهلي، ملعب مختار التتش، طبعا احتفاليه اكتر من رائعه طبعا للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا طبعا وسط طبعا الجمهور اللي انت شايفه طبعا ورايا كريم مالي استاد مختار التتش. يمكن من شويه وصل الكاس الكونفدراليه طبعا الكاس الغاليه على نادي الاهلي موجود دلوقتي، وطبعا في تورتايه كبيره جدا مهداه طبعا للنادي الاهلي، كل الاعضاء موجودين، اللاعبين طبعا وصلوا الساعه 3 كلهم دخلوا عشان طبعا يجهزوا للتدريب النهارده. طبعا اللعيبه كلها كان الجمهور واقف طبعا بره البيبان طبعا بتاعه النادي الاهلي واستقبلوهم استقبال اكتر من رائع كريم، استقبال حافل للاعيبه النادي الاهلي طبعا بالاخص طبعا عريس اللقاء طبعا النجم الكبير الفنان عماد متعب اللي طبعا كان ليه نصيب الاسد من الهتافات الكبيره طبعا لنجم بقدر عماد متعب. طبعا الجمهور انا عايز الجمهور اللي موجود اللي انت شايفه طبعا يا كريم ورايا ده يمكن ده مش كل اللي موجود داخل النادي، ده في كمان بره جمهور كبير جدا منتظر الحفله تبدا، يمكن الحفله هتبدا ان شاء الله الساعه 5 طبعا عقب صلاه المغرب، ويمكن احنا دلوقتي في انتظار اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين طبعا اللي بيجهزوا لنزول ارض الملعب طبعا وسط طبعا الجمهور الكبير قوي الجمهور المحترم اللي شرف الكره المصريه طبعا في لقاء النادي الاهلي، وطبعا بنبارك طبعا كلنا للنادي الاهلي بحصوله طبعا باغلى كاس الكونفدراليه طبعا اللي اول مره يجي مصر، فطبعا احنا بنبارك للنادي الاهلي واحنا في انتظار دلوقتي يا كريم طبعا دخول لعيبه النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. شادي عايزك تلف بالكاميرا الناحيه الثانيه ناحيه المقصوره وناحيه غرف ملابس النادي الاهلي وتورينا الصوره كامله من داخل الاستاد المختار التتش. هنتحرك دلوقتي بالكاميرا مع بعض، يمكن هتشوف دلوقتي يا كريم وموجود طبعا قدامي الكاس الكونفدراليه طبعا والتورتايه اللي هيتم اعتقد ان اللي هيبدا يقطع التورته هتكون لعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. احنا دلوقتي في انتظار طبعا يا كريم زي ما انت شايف دلوقتي قدامك في الصوره في انتظار خروج اللاعبين ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وكل طبعا الجماهير الموجوده مترقبه وجود او منتظرين خروج اللاعبين. ويمكن ايضا عايز اقول لك على احمد عادل عبد المنعم اللي هو طبعا اول ما نزل الملعب الجمهور كله طبعا هتف له ب طيب يعني الصوت قطع من والصوت والصوره قطعوا من استاد مختار التتش، وخلينا نرجع تاني ان شاء الله ونتابع احتفاليه النادي الاهلي. شايف الدنيا منظمه يا كابتن علاء، حتى عاملين زي ميديا زون للناس الكاميرات يقفوا موسعين الدنيا، في نظام والنظام حلو وده اللي بيميز النادي الاهلي بصراحه يعني على مر العصور في كل الاحتفالات او حتى في تنظيم اللقاءات المختلفه. خدت الجمله من على لساني الاخير. هو ده النادي الاهلي من زمان جدا، هو ده النادي الاهلي متميز في النظام. مش عارف انا عايز اعيط واروح. لا مش الوقت، لما نخلص كلنا لما نخلص نعيط كلنا ونمشي مع بعض. بس خلينا الوقت ايه، خلينا في الفرحه دي اللي احنا فيها وبعدين نخلص نعيط انا وانت ووليد ونمشي. المهم لكن هو ده النادي الاهلي، السمة دايما في النادي الاهلي يا كريم حته النظام حته الاحترام حتى يعني دايما بقول النادي الاهلي عظيم باعضائه، اعضائه تحس انهم اعضاء الناس كلها هاديه جدا محترمه جدا بتحب ناديها قوي،
فالنادي الاهلي لما بيجي يعمل حاجه دايما بيحب يعمل حاجه اللي هي تبقى مثل. يعني بص بص فاكر احتفاليه النادي الاهلي، فاكر 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 يعني مثلا وليد بيتكلم على مباراه الاهلي وريال مدريد، كانت احتفاليه ضخمه في استاد القاهره وكانت 1-0 ف حاجه طبعا حاجه كمان غير طبيعيه. غير طبيعيه اليوم ده. وعلشان كده يا كابتن كريم احنا انتقدنا مجلس اداره النادي الاهلي اللي فات علشان لما نظموا احتفاليه الاكثر تتويجا عملوها بشكل مش كويس، انتقدناهم. احنا في الصح بنقول صح وفي الغلط بنقول غلط، لكن في الواقع اللي بيذكرها الكابتن علاء مايوب دي في نادي القرن حاجه ولا اروع. تنظيم غير طبيعي. مساله ان انت تقعد كل اجيال النادي الاهلي، اي حد لعب حتى لو مباراه واحده في النادي الاهلي جاي ببدله والكرافات الاحمر وبينزل بيتنادى اسمه والاستاد كله بيسقف له، دي حاجه يعني اعجازيه. انا شفت ناس يعني بصراحه ما اعرفهاش، انا في ناس كنا بنسندها ناس عندها 70 سنه و80 سنه، فانا بسال مين يقولوا لي ده الكابتن فلان كان بيلعب في الثلاثينات، ويعني حاجه اعجازيه ناس، وتتقابل مع ناس ما شفتهاش بقالك سنين، لان التنظيم اهم حاجه في الحدث. صح. ايه يعني لما يجي كل واحد لعب في النادي الاهلي وشارك؟ وده اللي انا بتمناه من مجلس الاداره الحالي. اوعوا تنسوا احمد رؤوف، اوعوا تنسوا اللعيبه اللي مشت، اوعوا تنسوا هادي خشبه، اوعوا تنسوا سيد عبد الحفيظ، اوعوا تنسوا اي حد شارك ولو بجزء. الكابتن محمد يوسف، كابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك، في ثلاث مدربين شاركوا في مشوار الكونفدراليه، وفي لعيبه كتير، شهاب ومانجا وناس كتير مشت. ماتش الدفاع الحسن الجديد كان نقطه تحول طبعا، الهدف اللي احرزه احمد رؤوف مليون نقطه تحول. النادي الاهلي على فكره يا جماعه، الفكره مش فكره النهائي، النهائي ده لحظه التتويج، لكن البطوله واخده عرق كتير جدا، واخده مجهود كبير جدا. فالتنظيم احنا بنتمنى نقرب حتى من العالم الخارجي في اي شكل حلو، فالتنظيم ده احد الاشكال اللي بيتميز بيها العالم الخارجي. واحنا بنحزن على تسليم كاس ولا درع في استاد القاهره، نبقى فعلا عايزين نعيط بجد. الدرع فوق وتبص تلاقي انك تلاقي لعيب من الفرقه، مفيش كل الناس اللي شايله الكاس ما تعرفهمش، وناس كلها ناس ما تعرفهمش، وفي الاخر التنظيم ولا اسوأ. نفسنا مع ان بنشوف الريال ولا برشلونه ولا اي سي ميلان ولا البايرن، حاجه مرعبه وسهله، استيدج في نص الملعب وفاير وورك وفي امن وفي ميكسد زون وفي ما فيهاش مشكله. فانت التنظيم ده حاجه بسيطه جدا، كان النادي الاهلي منظم احتفاليه القرن ولا اروع، حاجة جميلة جدا جدا جدا. وكنت أتمنى من الناس اللي كان في خلاف بينها وبين النادي الأهلي إن هي حتى تحضر. كنت أتمنى إن الكابتن حسام حسن يكون حاضر، كنت أتمنى إن الكابتن إبراهيم حسن يكون حاضر. عندهم ماتش، عندهم ماتش النهارده، حاضر احتفالية القرن، احتفالية القرن. بقول لك على احتفالية القرن، بقول لك حاضر النهارده، لا حاضر في اليوم ده اللي أنت بتكرم فيه كل واحد لبس تيشيرت النادي الاهلي. يعني ايه هم كل اللي مثلوا الاهلي على مدار تاريخه 400، نصهم يجوا نصهم ماتوا، اللي فاضل مش هيجيبوا 100 وحاجه، فانت تقدر تجمعهم، تقدر سهل جدا انك تعمل احتفاليات ليه. وعشان كده انا عايز من مجلس الاداره ده كده، وعشان كده انتقدنا مجلس الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب، لانها ما كانش ينفع وانت بتسلم السلطه لمجلس اداره تاني تعمل حفله ما فيهاش حد، ما فيهاش كباتن النادي الاهلي، ما فيهاش نجوم النادي الاهلي، ما فيهاش ونايمه وساكته انت رحت. احنا كلنا في ناس كتير زعلت وانتقدت لان عندها حق في الانتقاد. فاحنا كان النادي ده كان الحفله دي كانت اللي هي النادي الاكثر تتويجا، كانت في احد فنادق التجمع. اتمنى انها ان شاء الله تتعاد، لان احنا دلوقتي الاكثر تتويجا كمان. ويتم دعوه كل واحد شارك ولو بشوط ولو بخمس دقائق لعب باسم النادي الاهلي يتم تكريمه. دي حاجه مهمه جدا، يعني اظن ان هي مهمه للنادي الاهلي. كابتن علاء، يعني النهارده الحفله او الاحتفاليه على جانب او على هامش تدريب، يعني الحفله هتتعمل في البدايه والناس تحتفل مع الجماهير وكل حاجه، وبعدين التدريب يبدا استعدادا لمباراه سموحه يوم الخميس ان شاء الله في الدوري. بس هي تبقى عارف يعني هي تبقى تدريب حتى احتفاليه كلها، يعني الناس اكيد بعد الحفله الناس هتقعد تشوف تمرين النادي الاهلي، واكيد تمرين حاجات خفيفه خالص ما فيهاش اي مشكله خالص، لكن هو الغرض ان بعد الحفله خلاص عارف انت، يعني برضو في من مميزات في النادي الاهلي او حتى لعيبه النادي الاهلي يا كريم دايما
الفرحة ما بتاخدهمش قوي يعني، بعد الفرحة خلاص هو عارف ان عنده شغل تاني، فرح يوم او التاني ولا حاجة، النهاردة خلاص ان شاء الله احتفالية مع الجماهير، يبدأ تمرينه النهاردة خلاص، من بكرة هيبدأ يوم جديد وهيبدأ يفكر في تفكير تاني خالص علشان مباراة سموحة، لان خلاص بدأت الامور بقى تبقى يخش في بطولة تانية خالص، مطالب ان هو يفوز بالبطوله دي، جماهيره خلاص، جماهير النادي الاهلي بتفرح وكل حاجه، لكن دايما جماهير النادي الاهلي زي بقول لك انا دايما يا كريم ان انا حاجه بحبها في الكوره عامه حته الطمع، دايما جماهير النادي الاهلي بتحب عندها القاب كتير، وده اللي وصلهم ل 20 لقب ولسه بيدوروا على 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 مزيد كمان. فانا بس عايز اقول لعيبه النادي الاهلي او طبعا النادي الاهلي هم عارفين الكلام ده، التحديات كبيره خلاص بعد الفرحه ان شاء الله بتاع النهارده وكمان بكره، تحديات كبيره خلاص داخلين بقى على مباراه الدوري العام اللي كله مستني ان هو ازاي يوقع البطل زي ما احنا بنقول، وده مست البطل هو دايما كل الناس عايزه توقعه، بس هو دايما اللي فوق. كابتن وليد، الاهلي هيبقى عنده ماتشات كتير قوي الفتره الجايه، عنده 4 لقاءات مؤجله بالاضافه الى الماتشات اللي هو هيلعبها في كل اسبوع من الدوري، فهيبقى في ضغط ماتشات. الاهلي هيلعب كل 3 4 ايام مباراه. هيقدر النادي الاهلي يعني من خلال الضغط ده وهو مجبر ان هو بيلعب في افريقيا ومش هيقدر بقى الحاج عامر حسين ياجل اي ماتشات تاني، لازم هيلعب بالشكل ده، يقدر يرجع تاني للمنافسه وهو بعيد شويه دلوقتي، بس انه لسه عنده 4 ماتشات مؤجله. لا هيعاني، عنده 14 نقطه الاهلي، هيعاني طبعا وهيعاني معاناه شديده، لكن هنا هنحط برضو سبوت مهم جدا على العدد اللاعبين اللي تعاقد معهم النادي الاهلي. انت هنا الكره في ملعبك، انت اثبت انك لعيب تستحق ارتداء تيشيرت النادي الاهلي بعد البطولات دي كلها. انا اكد لك من دلوقتي ان مباراه سموحه اللي هي يوم الخميس هتلاقي عدد كبير جدا مش موجود من الناس اللي لعبت، ما هم مصابين، هم مصابين بجد، احنا ما بنضحكش على حد يعني، هم بيلعبوا وهم فعلا تعبانين جدا. فبالتالي النهارده فين بقى الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، وانت تستحق انك تلعب في تيم النادي الاهلي ولا لا؟ بين لي بقى كده، يا اما ما تزعلش لما تمشي، ما هو عدى على النادي الاهلي اجيال كتير جدا، في اللي خد موسم ومشي، في اللي خد 6 شهور ومشي، في اللي خد ماتشين ومشي، في اللي قعد 5 سنين، في اللي قعد 10، في اللي قعد 20، كل واحد على حسب كفاءته وانتاجه. فانت النهارده انا جايب محمد فاروق لازم يشيل الفرقه ويجري بيها، موسى ايدان لازم يثبت انه ده محترف، انا مش جايب لعيب عادي والا كنت طلعت حد من الناشئين. النهارده كريم بامبو لازم يكون ليه دور، رمضان صبحي لازم يكون ليه دور، محمد رزق لازم يكون ليه دور، الراجل اسلام رشدي لازم يكون ليه دور، عبد الظاهر، بص انا لو عديت لك صلاح الدين سعيد الاسيوبي لازم يكون ليه دور. النهارده ده دورهم دلوقتي ليه؟ لانه مريح خالص وكان بره القائمه الافريقيه، في منهم اللي مصاب وفي منهم اللي مستواه ما يأهلوش انه يلعب اساسي، وفي منهم اللي ما كانش مقيد افريقيا. طب خلاص الوضع ده انتهى، وانتهى احلى نهايه، انتهى بفوز تاريخي. النهارده بقى من بكره او من النهارده زي ما انت بتقول النادي الاهلي بيقفل الصفحه النهارده، مين هيجبر مستر جريدو ان انا اكون في التشكيل الاساسي؟ ولما تلعب سموحه تدينا احنا انطباع في الاستوديو ان نقول اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، ولا نقول ان حسام غالي غايب في مشكله، حسام عاشور غايب في مشكله، صبر رحيل غايب في مشكله ناحيه الشمال، احمد عادل عبد المنعم غايب في مشكله في حراسه المرمى، خلينا نقول في لا مشكله. لا انا امبارح قلت لمصعد عوض ده لو طبعًا يعني سمعت فرصه كلامك اعتقد انه لو تمسك بيها طبعًا. وانا عارف مصعد جون كويس قوي او حارس كويس جدا ممكن ما يقعدش حقيقي. وخد بالك انت دي ما فيهاش اي تقليل، وهي جات له وما فيهاش اي تقليل من شريف كرم ولا من اي حد. لا طبعًا انت قلت كده على احمد الشناوي واحنا قلنا كده وركب وبقى نمره واحد لغايه لما اتصاب، فبالتالي الكوره ما فيهاش غير الاجتهاد. طيب المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها الفتره الجايه، يعني مستر جريدو قال انا عايز باك رايت ومساق وهاف ديفندر، باك رايت وهاف ديفندر ومهاجم. باك رايت تاني غير جبناه غير بعد باسم؟ ما عندوش بديل، وديفندر ومهاجم. طب وليه مش شايف ان في محتاج حد في القلب في سرد باكين؟ ده الاهم، ده اهم حاجه. هو عنده شريف حازم ولؤي وشريف عبد الفضيل وسعد سمير ومحمد نجيب، هو طلب كده او قال انا عايز ثلاثه في المراكز دول. هو الاهلي عنده ثلاث مراكز، عنده ثلاث اماكن فاضيه، ثلاث اماكن ثلاث اماكن، ثلاث اماكن فاضيه، عنده الاستبدال انما ما عندوش، عنده مكان واحد فاضي. لا يعني باللعيبه اللي ممكن يجيبها في يناير استبدال بال ايوه، لكن ثلاثه، لكن العقد مع ثلاثه ولا اربعه، لكن القايمه واحد بس، واحد بس. ما انت ممكن ما تبقاش عايز ثلاثة، ما انت ممكن تبقى مش عايز تمشي اثنين ولا ثلاثة، ثلاثة الاستبدال ثلاثة. فانت ممكن ما تبقاش عايز تمشي على المشان ماشي كتير، لازم كنا نتكلم يعني كورة بقى، ما انت على حسب بقى على المشان، على المشان ماشي كتير على حسب مستوى الناس. يعني في عناصر ما تستحقش هي تكون في النادي الاهلي موجودة دلوقتي من وجهة نظري انا؟ طبعا طبعا
طبعا في ناس ما تستحقش في النادي الاهلي وناس كمان يعني المفروض يعني بين قوسين محترفين مش ده يعني مش ده لعيب النادي الاهلي انا اجيبه مش ده يعني جبت جايز جات في ظروف كده كم واحد يا كابتن طبعا مش هقدر تقول اسماء ولا لا طبعا اكيد مش هقول اسماء لكن على الاقل انت ممكن تمشي وانت يعني ثلاثة وانت مغمض وانت سايب ايدك عارف انت بقول لك وانت سايب ثلاثة وانت سايب ايدك خالص بس طيب من يومين او مش من يومين ده انا من يومين اكدت الكلام لكن انا قلت الكلام ده من شهر شهرين او اكتر كمان بالنسبه لمؤمن زكريا قلت النادي الاهلي عنده رغبه في شراء مؤمن زكريا طبعا وساعتها المسؤولين في الاهلي ما علقوش على القصه دي وبرضه المسؤولين في نادي امبي عملت مداخله انا مع الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره قال لي لا مفيش حاجه في الاهلي ومحدش كلمنا والكلام بس انا عندي معلومه ان الاهلي داخل جامد في مؤمن زكريا ان عارضه هتخلص ده حقيقي في شهر يناير والزمالك برضه عايز مؤمن زكريا بس الزمالك بيواقب مشكله صح اللي هي 3 مليون و800 750 3 مليون هو قال لي 3 مليون و750 بالظبط فلوس اسلام عوض غير فلوس مؤمن ده حقيقي مؤمن هيروح فين وهيعمل ايه توقعاتكم خد بالك هي الانتقالات بتبقى محدده وعارته هتخلص مع الزمالك يعني يبقى على قوه ام بي من شهر واحد اللي جاي شهر واحد هي البيع والشراء دلوقتي يا كابتن كريم بيبقى محدد بعلاقه الانديه ببعض يعني خد بالك اتحاد الشرطه نادي الزمالك ما كانش العرض الاعلى لكن علاقه اتحاد الشرطه بنادي الزمالك قويه علاقه ام بي بالاهلي لا اقوى انت فاهم الفكره أي. فهي مش مساله يعني مش هتبقى مساله فلوس بقدر ما هي هتبقى مساله علاقات الانديه ببعض انا بشوف علاقه انبي رجعت تاني اهي من اللعيبه نازله خلاص نزلوا خلاص مش هيلعبوا كاس بيسخنوا فاتنا حوالي 5-6 دقايق كانوا مهمين ممكن لحظه نزول لعيبه النادي الاهلي دي جزء بقى من تدريبات هم لحقوا يحتفلوا طالما ولعوا كده يبقى احتفل الجمهور مولعين حاجات برضو اضاءه كده شكلها حلو قوي اكيد كاتبين بيها حاجه اكيد اللقطات اللي هي فاتتنا دي هنجيبها يعني ان شاء الله هتتبعت لنا اكيد صوره فمؤمن زكريا صفقه من العيار الثقيل لو دخل فيها النادي الاهلي يدخل بتقله ده واحد من اللعيبه اللي ممكن يستبدله لكن انا بتفق مع كابتن علاء 100% انت عايز سردباك سوبر انا مع كامل الاحترام لكل الاسامي اللي انت قلتها لكن الشريف مش موجود كتير على طول مصاب لؤي لعيب صغير قوي عنده شخصيه بس لعيب صغير نجيب وسعد هم اللي بيلعبوا اساسيين لكن تحس ان برضو نجيب السن بقى يعني هو رائع وهايل لكن انت عايز واحد سوبر كمان معاهم يعني مع الاثنين دول تحديدا فانا اشوف ان سردباك اهم بكتير جدا من مهاجم يعني سردباك بالنسبه لي اهم من مهاجم ليه بقى اهم من مهاجم انا عندي عماد متعب فاق وربنا كرمه وفورمه عاليه عندي صلاح الدين سعيد الاثيوبي ده هداف منتخب بلاده ولعيب كويس قوي رجع من الاصابه والمفروض ان هو يبقى سليم عندي احمد عبد الظاهر لعيب سليم بس ما كانش مقيد افريقيا وبيلعب مع الاهلي على طول عندي كمان ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه عمرو جمال خلاص يعني فات بتاع صلاح الدين سعيد ما انا قلته صلاح الدين سعيد عمرو جمال ربنا رجعه بالسلامه فاضل له يعني شهرين ثلاثه وهيكون موجود فانا وكمان انا بلعب براس حربه واحد انا ما عنديش اي مشكله في رؤوس الحربه كمان القادمين من الخلف كلهم بيهدفوا سواء رمضان صبحي او وليد سليمان او محمد فاروق لما يلعب او رزق لما يلعب او حسام غالي فانا ما عنديش مشكله في الناحيه الهجوميه انا بوصل كتير جدا ما عنديش مشكله لكن انا عندي مشكله في القلب فعلا انت لما نجيب بيغيب او سعد بيغيب بتقعد تلف حوالين نفسك يعني عشان مستر جريدو قعدهم لعب بشريف حازم ولؤي واحنا شفنا المنظر كان عامل ازاي في مباراه النصر هو بس يمكن الحاجه الكويسه وليد ان شريف رجع شريف عبد الفضيل طبعا ودي انا بالنسبه لي شريف عبد الفضيل في القلب حاجه كويسه جدا ويمكن هو حاسب الحسبه على كده هيبقى عنده الوقت اربعه يعني عنده أربعة شريف وسعد ونجيب وشريف هو عنده أربعة الوقت أعتقد ممكن التغيير منهم يبقى موجود أو حتى لو في ظروف إصابات وكده خمسة كمان أو بلؤي يعني خمسة شلؤي كان يعني أصغرهم يعني لكن هو حتى عايز حد عايز بكرايت أنا من وجهة نظر هو عايز بكرايت لأن حتى لو باسم في غياب في إصابة قدر الله يبقى فيه دايما البديل لكن اعتقد الاماكن الثانيه زي محمد هاني بيلعب ناحيه اليمين محمد هاني ده اصلا ده محمد هاني ده انا اكتر واحد متحمس له عشان انا عارفه كويس جدا محمد هاني ده مستقبل النادي الاهلي في 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 في, في الباك رايت وانا من رايي لو طول ما محمد هاني ده موجود اعتقد بيبقى باسم وتحتيه هاني على طول مفيش ما اشتريش باك رايت ثاني يا كريم بس الباك رايت ده يعني انت ممكن امرها سهل انت تشتري لعيب انت فعلا محتاجه يعني انا مش مع حد يقول لي مثلا انا محتاج دلوقتي باك رايت عشان عندي باك رايت واحد لا
انت عندك بكرايت وعندك محمد هاني وعندك اي حد ممكن لو حصل ازمه زي كان بيحصل تلعب باي حد ناحيه اليمين، ممكن شريف عبد الفضيل ناحيه اليمين، كنت شريف حازم، لكن تشتري بكرايت، بكرايت اعتقد لا. وبعدين يعني معلش مين البكرايت اللي ممكن تشتري في مصر؟ ده يجي في مصر النادي الاهلي يعني. انا يعني مع احترامي الكامل للناس كلها انا شايف ان المستويات كلها اعتقد واحده يعني. هي تقسيمه كمان المراكز يا كابتن كريم بتبقى ايه؟ انا عندي لعيب الاساسي سوبر في المكان بتاعه تمام؟ عندي الاحتياطي بتاعه المفروض يقل عنه درجه او درجتين ما يبقاش بعيد. وبعد كده التالت اجباري، اجباري لازم يكون من ناشئ النادي. انت فاهم؟ الفكره اللي احنا انا علشان كده من الاول لما كان مثلا كان في مشكله ناحيه الشمال كان في جيلبرتو وكان في سيد معوض وكان في الاثنين لعيبه سوبر مع بعض في مكان واحد ما يعني يضروا بعض. فبالتالي ناحيه اليمين باسم بقى هو اللعيب الاساسي، لعيب سوبر ومؤدي مع النادي الاهلي. على فكره مش عايزين نغفل دور باسم، باسم من احسن الصفقات اللي جابها النادي الاهلي يعني. باسم علي، باسم طبعا، باسم طبعا، باسم علي طبعا مؤثر جدا، بيلعب كل الماتشات، عنده التغطيه عليت بشكل كبير قوي، عنده الاداء الهجومي كمان عالي بشكل كبير قوي. بدا كمان يحط بصمه انه لما يلاقي الدنيا مقفوله في الكرات العرضيه بقى بيخش لجوه ويعمل وان تو هات. طيب حط لي تشكيل كده للاهلي امام سموحه يوم الخميس في ضوء بقى الاصابات والغيابات اللي هتكون موجوده. بص هو باسم رقم واحد طبعا، مصعد عوض، مصعد عوض خلاص، باسم بكراي، باسم علي بكراي، سعد موجود هيكون موجود، نجيب، نجيب هيكون موجود، حسين السيد، المفروض حسين السيد ده المفروض. انا اشوف ان مفيش ولا لعيب مصاب يلعب يعني، صبر الرحيل عنده خلفيه لا يقعد، شريف في شك يقعد. فاشوف ان حسين كلامك مظبوط لازم يكون موجود. في نص الملعب عندنا مشكله كبيره يعني، اظن ان عاشور هو الاقرب انه يكون موجود ويلعب جنبه بقى، ممكن يلعب جنبه رزق، محمد رزق، محمد رزق، تريزيجيه، وليد كده سليمان كده 4-3، وبعدين وليد سليمان، رمضان صبحي، عماد متعب، او يعمل زي ما كان في احمد عبد الظاهر كمان وفي محمد فاروق، ايوه ممكن يعمل زي ما كان بيعمل اول انه يجي على حساب حد من وسط الملعب ويلعب 4-2-3-1، ولما الكره تكون معانا يضم عبد الظاهر مع عماد متعب زي ما عمل في ماتش الاسماعيلي وفي ماتش الزمالك، وطريقته المعتاده بيقلب براسي حربه، ولما الكره يفقدها النادي الاهلي يرد في نص الملعب. فهو ده التشكيل غالبا الانسب. هتلاقي حسام غالي بره، هتلاقي شريف عبد الفضيل بره، هتلاقي صبر رحيل بره، هتلاقي كل احمد عادل عبد المنعم بره، هتلاقي كل الاصابات مش موجوده غالبا. كابتن علاء متفق مع كابتن وليد في الاسماء اللي هو قالها الى حد كبير طبعا، لان دي يعني وليد بس الناس المصابه بعدهم شويه، والناس الموجوده او الناس اللي ما لعبتش افريقيا دلوقتي اعتقد هي الاجهز. فاعتقد تقريبا ما فيش اختلاف بينه وبين وليد في التغيير. مين الفرق اللي هتنافس على الدوري السنه دي في ضوء متابعتك ل 12 اسبوع في الدوري الممتاز؟ ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا كريم، ويعني احنا عاجبني قوي حته الكراسي الموسيقيه اللي بيلعبوها دي، زمالك اهلي مش عارف امبي، مره كانت داخليه ومره امبي، لا واضح ان المنافسه قويه جدا. انا شايف ان هو زمالك اهلي امبي، احنا قلنا زمالك اهلي امبي كويس، والاسماعيلي لو اتشال الخط، الاسماعيلي لو الست نقاط مش موجودين هديه دفعه جامده جدا بالطريقه دي، لا بتبقى صعبه شويه. لكن الاسماعيلي حتى لو بالطريقه دي نفس بعيد، ست نقاط بعيد يا وليد، انا ده رايي. ماشي اوكي، زي ما قلت لك وسجل عليا الكلام ده من اول من تاني اسبوع في الاستوديو، اهلي زمالك اسماعيلي انبي دول الرباعي اللي هيدور على الفوز. احنا قلنا ثلاثه منهم يعني دول ماشيين. الاسماعيلي بص، الاسماعيلي دلوقتي كام؟ 13، كسب النهارده بقى 16 بونت. الاسماعيلي النهارده راح تمن الجدول، خد بالك الاسماعيلي في ماتشين هينط يبقى جنب الاهلي والزمالك. انا عارف، انا بقول لك ايه، هي في فرق بتدور على المكسب، وفكره ان المكسب بثلاث نقاط ده بيجيب كل الناس تحتيه، كل الفرق اللي بتلعب 50-50 زي ما احنا قلنا، الفرق دي كلها هتنقص كتير طول ما هي بتتعادل. ايوه، فمين اللي بيدور على الفوز؟ انا بشوف ان الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي، ويخش معاهم بقى دلوقتي وادي دجله، بس طبعا علامه استفهام كبيره على امبارح، تعادل امبارح، يعني هو ده الاصرار اللي احنا بنقول يا جماعه نتعلمه من لعيبه النادي الاهلي، هو ده الاصرار، هو ده الطموح، هي دي العزيمه، اللي انا هبقى اول الجدول، فبالتالي ما فرطش، ده انا موت نفسي عشان ابقى اول الجدول. فدي برضو المنافسه عايزه مقاومات معينه، بس دي عايزه حلقات،
مين اللي عنده. اقول لك حاجه، كنا بنتكلم من امبارح انا وكريم وكابتن حماده، انا بقى عايز حماده صدقي في التليفون. نفتح بس النقطه دي معاك يا وليد. هو انت بتقول لازم يبقى عنده الحماس وعنده، هل انت اللعيب ده عنده المقاومات دي من هو متعود يبقى هي دي اللي احنا بنتكلم عليها وكلمنا عليها امبارح انا وكريم؟ هل لعيبه وادي دجله اللعيب عنده المقاومات ان هو يبقى في اول الدوري يا وليد ويكمل وكابتن حماده اتكلم فيها كويس بالظبط. طبعا قال لك محتاجه وقت بالظبط، بس هي طبعا بتيجي من شخصيه المدير الفني بالزبط. ومن شخصيه اداره النادي ومن شخصيه التارجت اللي انت رايح له. احنا في اوقات كتير ما احنا المفروض تحس ان انت المدير الفني موجود في الملعب او شخصيته موجوده. هو ده المدير الفني، انا من وجهه نظري ده المدير الفني الصح اللي هو شخصيته. عجبني امبارح انه زعق لهم طبعا. دخل بين الشوطين هو ابتدى معاك بكلمه بس انت ايه يعني ما رضيتش تاخده فيها عشان يعني هو ابتدى معاك باول كلمه قال لك لا احنا النهارده اللعيبه وحشه فانت رحت ايه قلت يعني تعديها. انا قلت له انتوا يعني وكابتن علاء قالوا نفس الكلمه، قلت له حسيت ان نادي وادي دجله ما اداش الاهتمام بنادي النصر او ما احترمش نادي النصر. انت قلت مسلسل المباراه صح يا كريم. فهنا هنا وهو ده اللي بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه، مين من الانديه دي عندها المقاومات للمنافسه. هي دي النقطه، مش ان انا بلاعب فرقه جامده فتعادل او اقفل او مين اللي عنده روح انه عايز ياخد الدوري. سيبك بقى من دوري المجموعتين، واحنا قلنا السنه اللي فاتت لو تفتكر كان معانا الكابتن طارق يحيى واحنا الثلاثه اتفقنا ان السنه اللي فاتت دي كانت معجزه. يعني سموحه كان يقدر ياخد البطوله، بتروجيت يقدر ياخد البطوله، ما كانتش هتتكرر. يعني كان يعني من رابع المستحيلات انها تكرر لنادي مش جماهيري ما وراهوش جماهير، بتلعب مجموعتين ما بتقابلش كل الفرق، ما فيهاش اي تكافؤ فرص، كمان ملاعب محايده وما فيش جماهير ومجموعتين. فده كان صعب جدا. السنه دي خلاص، السنه دي الامور اتعدلت ولسه ده احنا لسه لاعبين 10 او 11 اسبوع، ده لسه كمان على نهايه الدور الاول. هتتفرج بقى على الجدول وترتيبه المظبوط بالظبط. بنحاول نعمل لقاءات من ارض الملعب، شادي المأمور مراسلنا من هناك، ومش عارف دماغ مين اللي طالع في الكاميرا دي لكن يعني برضو لو اتكلمنا عن الماتشات اللي شغاله دلوقتي، ام بي والداخليه والمصري والجونه. انا امبارح اتكلمت فيها، اتكلمنا امبارح انا وانت، انا قلت ام بي والداخليه مباراه صعبه جدا. يمكن وليد قال ان الداخليه هي ممكن الاقرب على اساس طريقه لعب كابتن طارق لعب كابتن علاء، لكن احنا متفقين كلنا ان المصري اقرب للفوز على الجونه لظروف الفرقتين عامه. يمكن المصري خاصه بعد مباراه المخصصة اعتقد هو الاقرب للفوز. المصري والجونه، المصري اقرب للفوز طبعا. الجونه مش حاسس ان هي موجوده لحد دلوقتي يا كريم. يعني حتى المستوى بتاعها مش موجود، وبعدين دايما انت حتى بنتكلم وانت في مشاكل، فاعتقد كل ما في مشاكل في اي فرقه اكيد مش هتلاقي استقرار. كابتن وليد يعني شايفين لقطات مباشره من ملعب مختار التيتش وفي التزام جماهير رغم عدم وجود امن. اه طبعا، فالجماهير لما تكون عايزه تلتزم بتلتزم طبعا. ده اللعيبه الجماهير بتحيرك في النادي الاهلي. احنا لما بنكون بنلعب خماسي احنا بنلعب حد وثلاث وخميس انت عارف مع الجنرال اللي هو احمد بكر والكابتن رياض. هاجيلكم ورا قطعكم على طول، ودعيتك كذا مره وانت لا هاجيلكم ان شاء الله. مش عايز تيجي؟ عايز اقول لك ان بيبقى في مباريات ناريه في الصاله المغطاه، الجمهور بيجي يتفرج في الصاله المغطاه للنادي الاهلي. الجماهير مش بتيجي تتفرج، ده الجماهير بتدخل وتتفرج وتشجع وتخرج من غير ولا واحد فرض امن ولا حتى النادي. يعني الجماهير مفتوح لها البوابات، بتدخل جوه النادي تقعد وتشجع. هو بص، هو كل الموضوع ان انت لازم يبقى في حوار ولازم يبقى في تفاهم وبعد كده اضرب بايد من حديد على اللي يعمل حاجه غلط. يعني ده لازم يا كابتن كريم في كل انحاء العالم. انت وفر لي حته كويسه اركن فيها العربيه، وفر لي باركنج، وبعد كده لما اركن انا غلط اسحلني، اديني مخالفه محترمه زي دبي كده مثلا. لكن انت ما تجيش مفيش حته اركن فيها وبرضه مفيش، اعمل ايه؟ اشيل العربيه واجري بيها؟ ما انا عايز. فهي الفكره كده، الجماهير اعمل معاهم حوار وقول لهم هتدخلوا وهتقعدوا قاعده كويسه وعاملين لكم ملعب كويس وعامل لكم دخول محترم، ولكن التفتيش ده لمصلحتكم ولامنكم. اتكلم معاهم واعمل حوار وبعد كده ابتدي طبق القانون. اي حد يغلط طير،
طير بقى. انت بص اوروبا كابتن كريم، الناس اللي نزلت الملعب، اللي بتنزل ملعب في باريس سان جيرمان وفي المباريات كلها، يقولك وقف مدى الحياه، وقف ثلاث سنين، ثلاث سنين مش هيدخل الملعب عشان نزل بس عايز يتصور مع زلاتان ابراهيموفيتش او يقف جنب كريستيانو او ميسي. القصه دي ازاي يعني؟ بقول لك على حاجه، ما شفتش بقى انت كريستيانو راح حاطط ايده كده ايه على كتف المشجع النازل ولا اوعوا والشرطه ملهاش دعوه؟ ملوش دعوه، هو عارف ان في نظام، عايز تتصور معايا تعالى اتصور، اتصورت خلاص خد العقوبه. وهو اللي نازل عارف ومتاكد انه مش هيحضر مباريات تاني، لكن هو امنيه حياته انه يتصور صوره مع كريستيانو وخلاص. فانت العقاب مهم جدا، بس قبل ما تحط العقاب حط النظام. طيب نطبقه ازاي في مصر الكلام ده انت بتقول؟ لا ما هو احنا بص يعني انت بتقول لازم نعمل حوار مع الجماهير ونعمل كذا، مين المسؤول عن الجماهير يا كابتن كريم؟ تكلم مين؟ القانون. القانون لازم برضو تاني، لازم يكون في قانون الرياضة، لازم يكون في قوانين في كل حاجة في الدنيا، في السياحة، في الاقتصاد، في يا راجل ده انت ده في كارثة في الناحية الاقتصادية. ان انت مثلا تيجي تعمل مشروع مليون ورقة ومليون، انا اتفرجت في النهار مع طبعا الاعلام الكبير الاستاذ محمود سعد طبعا، وكان جايب احد الخبراء بيقول لك في كارثة في الروتين في مصر. 7000 ورقة، واروح امضي من ده واروح امضي من ده واختم من ده واعمل ده علشان اعمل مشروع. فالمسألة صعبة جدا، فانت القانون يبقى مبسط ويبقى محطوط، يبقى مذكور فيه كل شيء. طيب هنطلع فاصل سريع نريح شوية ونرجع نكمل مع كابتن علاء مهيوب وكابتن وليد صلاح الدين، ولسه خلي بالكم في لقاء المقاولين والاتحاد السكندري الساعة 7:30 إن شاء الله. بعد الفاصل نكمل ونتابع احتفالية النادي الأهلي بسبب حصوله على الكونفدرالية الأفريقية. لسه مستمرين مع بعض وبنتابع احتفالية النادي الأهلي وجزء من تدريبات النادي الأهلي بعد الاحتفالية، وفي بعض اللقطات اللي فاتتنا إن شاء الله هنزعها لكم برضو على الهواء مباشرة من داخل ملعب مختار التيتش، وبنتابع مع كابتن علاء وكابتن وليد وكلمنا بشكل جميل على الاحتفالية ونتائج الدوري لغاية دلوقتي. برضو إمبي والداخلية 0-0 والمصري والجونة متعادلين 0-0. طبعا احنا متفرجش على الماتشات فمش قادرين نتكلم فنيا، بنتكلم من خلال توقعاتنا أو من خلال رؤيتنا للفرق دي في الفترة اللي فاتت في بطولة الدوري الممتاز. طيب يعني لو كلمت عن الفرق اللي بتتنافس يا كابتن وليد وكابتن علاء، واحنا متفقين ان في 3-4 فرق، إمبي مع الزمالك مع الاهلي مع الاسماعيلي، حضرتك بتقول الاسماعيلي هيخش رغم ان انا شايف ان الاسماعيلي لسه بعيد شوية، لكن الفرق دي وفرق كلها مميزة، وبكرة الزمالك عنده مباراة مهمة مع مصر المقصة. الزمالك اتعادل المباراة اللي فاتت مع الاسماعيلي وكان هو الافضل، شايف الزمالك والمقصة ايه؟ الزمالك والمقصة برضو مباراة كبيرة. كابتن إيهاب جلال بيعرف يلاعب الفرق الكبيرة، يعني في المباريات الصغيرة بيبقى برضو مش بكفاءة الفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة بيلاعب زمالك، بيلاعب أهلي، بيلاعب إسماعيلي، بيحضر لك كويس قوي. ونتائجه السنة اللي فاتت حتى لما كان مع تليفونات بني سويف مع نادي الزمالك ومع نادي الإسماعيلي أكثر من رائعة، يعني هما كانوا في مجموعة واحدة كانت نتائجه على طول، حتى عمل جيم كمان رائع مع الإسماعيلي السنة دي وتعادل. فبالتالي مباراة فيها صعوبة، لكن يبقى الزمالك طبعا هو الأقرب للفوز. استقرار فني وإداري ما شفناهوش من سنين طويلة،
يعني انا شايف النادي مستقر وهادي والمكسب بينيم كل حاجه. يعني حتى لو عندك مشكله ولا مشكلتين ما بتطلعش في ظل ان المكسب بيريح الناس كلها وبيسعد الناس كلها. فبالتالي قدر نادي الزمالك ان هو يفضل على الطريقه دي يعني هو هيبقى هيكمل. طيب هروح لشادي المأمور في ملعب مختار التتش ومع بعض اللقاءات ومتابعه لاحتفاليه النادي الاهلي. اتفضل يا شادي. عضو مجلس إدارة، شكرا لك يا كريم. معايا طبعا عضو مجلس إدارة نادي أهلي الدكتور هشام العمري. يا دكتور بنبارك لك طبعا، ألف ألف مبروك، أعتقد كاس غالي دخل نادي الأهلي. الحمد لله رب العالمين، ألف مبروك لحضرتك وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي وألف مبروك لكل الشعب المصري بالكامل، لأن الشعب المصري هي كان في حاجة إلى البسمة في الوقت اللي احنا فيه على الأقل، يمكن بعد يعني عدم التوفيق اللي صادف في المنتخب المصري كان على النادي الأهلي حمل كبير إن هو مسؤول إن هو يفرح الشعب المصري. الحمد لله رب العالمين، قدر فريق الكوره ان هو يبذل مجهود ويحصل على البطوله ويدخلها لاول مره في تاريخ مصر. الف مبروك لحضرتك والف مبروك لمجلس الاداره والف مبروك لجماهير النادي الاهلي والف مبروك لكل منتمي للبلد العظيم اللي احنا فيها، لان احنا كنا في حاجه الى الفرحه. ويعني يعني انا اقول بقى حاجه كده للكابتن كريم، يعني النادي الاهلي هو صانع الفرحه. كابتن عايز اتكلم مع حضرتك شويه على اصعب لحظات اللقاء، يمكن شايفينكم طبعا كاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا الموضوع كان صعب وتوتر والجون جه في اخر دقيقه او اخر ثانيه. بص، هو احنا ما فيش مباراه عندنا سهله وما فيش مباراه صعبه، احنا كل المباريات عندنا مباراه بطوله بالنسبه لنا. انت داخل بتلعب على افريقيا، بتلعب بتمثل بلدك ما بتمثلش النادي الاهلي فقط، عندك نتيجه هناك انا بعتبر ان النتيجه اللي كانت هناك 2-1 انها ايجابيه، هي مش سلبيه خالص، انت حققت هدف ولكن كان مطلوب منك ان انت تفوز، كان مطلوب منك ان انت تفوز في اول المباراه او حتى على الاقل تحط هدف في اول المباراه. يمكن دوت حصل في ما حصلش في المباراه ديت، ان انت دخلت الهدف وتاخر الهدف بشده. يمكن مستر جريدو قبله الحقيقه يعني عدم توفيق شويه في ان القماشه كانت عماله تقصر منه شويه في كل مباراه، نتيجه اصابات، نتيجه ايقافات، نتيجه حاجات كتيره جدا كان الراجل بيتعرض ليها. يمكن حتى اخر مباراه، يمكن اخر اللي هي المباراه النهائيه اللي احنا فزنا فيها، كان في حوالي 5-6 لعيبه بيلعبوا مصابين. التحيه وكل التحيه لكل من شارك في المباراه وكل المصابين حتى اللي ما شاركوش، يعني مجهود كبير قوي تم عطائه من جنود النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي، هم عودونا على كده، الف مبروك ليهم وان شاء الله باذن الله يعني يقدموا لنا اكتر واكتر باذن الله. دكتور الجمهور اللي موجود طبعا الكبير اللي حاضر النهارده ده يمكن ده جمهور فعلا النادي الاهلي، بس برضه بنتساءل عن الالتراس، فين الالتراس النادي الاهلي النهارده مش جايين ليه يفرحوا مع لعيبه النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني؟ بص طبعا انا رجل عضو مجلس اداره، انا ما اقدرش افرق بين جماهير النادي الاهلي واقول الجمهور دوت ينتمي وما ينتميش. احنا في حاجه لكل مشجع اهلاوي، في حاجه لكل جماهير النادي الاهلي بالكامل. احيانا يعني ما عنديش معلومه مؤكده هل الالتراس النهارده غاب نتيجه حاجه معينه او لا، لكن احنا محتاجين كل جماهير النادي الاهلي كل في احتفالات، في بطولات، في مباريات، في نهائيات، في كل حاجه، حتى بالمباريات الوديه احنا محتاجينهم. الناس يمكن رهنت عليهم رهان كبير جدا ان هم هيخرجوا عن النطاق وده ما حصلش، وهم شرفوا نفسهم وشرفونا وشرفوا بلدهم وشرفوا النادي الاهلي اللي هم بينتموا ليه وكبرونا الحقيقه. واحنا عند الثقه ديت واحنا بنشتغل على اساس ان احنا دايما عايزين نفرحهم دايما. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون عند حسن ظن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله. العفو العفو يا فندم، العفو، الف مبروك لحضراتكم.
شكرا ليك يا كريم وعودة ليك مرة أخرى. طيب نرجع تاني مع الكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين. ويعني قال كلمة غريبة شادي المأمور إن الألتراس مش موجود النهاردة. معترضين على حاجة ولا إيه؟ ده عدم حضور الألتراس يبقى في سبب. هم دايما كده عدم حضورهم في أي مكان يبقى بيعترضوا بس إن هم مش موجودين. لأن برضو إحنا بنتفرج لسه بنقول في دخله لا، لو الالترس موجود الشكل كان هيتغير خالص. لكن عدم وجود الالترس في احتفاليه النادي الاهلي اعتراض على حاجه. ايه هي تعرفها؟ مش عارف يا كريم، زعلانين من حاجه يا اما اعتراض في حاجه مش طبيعيه في الموضوع. لان احتفاليه زي دي ما احضرهاش الترس النادي الاهلي يبقى فيه زي ما بيقولوا كده شيء ما يعني. ممكن يعني اكيد هتعرف ليها علاقه بموضوع مستر مانو جوزيه ولقائه او تصريحاته او حاجه. لا لا لا, لا, لا خالص بالعكس، ده الاستقبال اللي استقبلوه امبارح مستر جوزيه حاجه مش طبيعيه. وهم اساسا بيعشقوا حاجه اسمها انا جوزيه. عارف هم زعلانين مثلا ان كان حصل تصريحات متبادله مثلا عشان لا هم بص يا كريم مش حاجه زي كده اللي زعلهم. يعني مش مال ايه طيب؟ مش اصل غريبه ان هم ممكن ان هم دايما موجودين في الحاجات دي. احنا طبعا ما عندناش معلومه مؤكده، لكن انا ممكن اربطها بقرار وزاره الداخليه ممكن تاجيل عوده الجماهير. لا بس ده ما يخليش يعني ده ما يزعلش يعني ما يخليش الجماهير مطروحه في الاحتفاليه في الاخر. حتى لو هم مش متواجدين لسبب او لاخر، هو رد كويس قوي الدكتور هشام العمري. مساله ان النادي الاهلي ما بيصنفش الجماهير، النادي الاهلي جماهيره على مر العصور وعلى مر التاريخ وفي كل انحاء العالم، يعني مش هنا بس. فبالتالي مش عايزين نقصر الألتراس. 100% مجموعة منظمة جدا مرتبة جدا، عايز أقولك بتعمل دخلات رائعة، بتعمل شكل كرنفالي رائع للنادي الأهلي. بس في الآخر الأهلي برضو بمن حضر، الأهلي بمن حضر في الملعب والأهلي بمن حضر من الجماهير. يعني الجماهير اللي موجودة هي بتمثل برضو جزء كبير جدا من جماهير النادي الأهلي، أو يعني جزء صغير من مجموع كبير من جماهير النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان في كل أنحاء العالم. عجباكوا الاحتفالية أو المظهر اللي احنا شفناه؟ طبعا احنا كنا نتمنى ان يعني يبقى فيه طبعا صوت من جوه هنجيب الملعب. احنا هنجيب اللقطات اللي فاتتنا هنجيبها بالظبط. فدي تديك برضو روح اكتر مع الملعب. لكن من المؤكد ان اللعيبة سعداء جدا جدا، من المؤكد ان اعضاء النادي يعني ما شاء الله ربنا يزيد البطولات، كل شويه بطوله داخل النادي الاهلي دي بتفرح الاعضاء. انا مش عايز اقول لك كنت بتكلم مع كابتن علاء ميهوب، الراجل جريده وبقى له كام 3 شهور او 4 شهور خد بطولتين وفيهم واحده حاجه يعني مش طبيعيه بتاعت امبارح، دي حاجه مش طبيعيه طبعا. بطولتين صعبين يا كابتن، ده بطوله السوبر راحت للزمالك لما الاهلي ضيع ضربتين جزاء او ضربتين ترجيح، وراحت بعد كده للاهلي امبارح في الدقيقه 96. يعني بطولتين صعبين جدا. كريم انا جاي لك امبارح ايه؟ المدرب المحظوظ اللي يجي مرن النادي الاهلي مع احترام الكامل لكل انديه مصر، لكن المدرب اللي عنده حظ يجي النادي الاهلي. لان كل حاجه موجوده في النادي الاهلي ممكن يعني البطولتين اللي خدهم مسجلتهم امبارح دول ما فيش بطولات خالص قبل كده، لكن كتبوا في تاريخه لما السي في بتاعه بعد كده لو راح اي نادي تاني واتصنف واخد بطولتين خلاص بقى. يعني تخيل انت النادي الاهلي بيقوي السي في بتاعك انت كمدرب، يعني انت طيب ممكن تيجي مدرب قوي. طب يا ريت التورتايه دي طب ايه مش هناخد حته ولا طب اي حاجه اي حاجه. كابتن وليد عيني تعبان وعنده برد عايزين نفوقه بحته تورته. مش قادر. ها ده مين اللي هياكل التورته؟ ده اللعيبه تتمرن اللعيبه بعد التمرين والله وحوش. هو بيقطعوا اللعيبه بيقطعوا اللعيبه كلها لازم تمسي لازم يعني الاحتفالات اللي انت يعني مرت عليكم قبل كده في النادي الاهلي وانتوا كنتوا سعيدين بيها جدا، ودايما احتفالات الدوري او الكاس او بطولات افريقيا كابتن وليد، تفتكر حاجه كده؟ طبعا انا عندي احتفالات الحمد لله وشكر الله، يعني في الجيل بتاعنا احتفالات كتير قوي. بس اخد من الاخر المرحله اللي كنت كابتن النادي الاهلي فيها دي، كمان التنظيم فيها بقى اعلى. يعني دخول الكابتن الخطيب كمشرف كانت حفله ايه؟ كان عندنا كتير، عندنا حفله الكاس اللي خدها كابتن فتحي مبروك. دي سنه كام دي؟ دي كانت سنه لا صعبه مش هفتكر في احتفالات كتير. بص يا كابتن مش فاكر صعب دي حقيقه. كنا خدنا الكاس وكان كابتن شوبير اللي بيقدم الحفله والكابتن الخطيب عمل لنا ستيج في نص الملعب. انا فاكر والجماهير كان في مختار ستيج برضه والجماهير كلها حضرت وواحد واحد باسمه كابتن شوبير بيقدمه، يعني عصام الحضري الجماهير كلها تسقف وتدي له الهتاف بتاعه من اول يعني من اول لعيب لغايه اخر لعيب بالجهاز الفني، وقعدنا في صوره شكلها حلو وفاير وورك ويعني اكننا انا حسيت حتى قلت لهم يا جماعه انا حاسس ان انا مش في مصر. تالي 2000 مش عارف
لا مش فاكر. كمان احتفاليه نادي القرن طبعا ده الكاس اللي هو بتاع اسامه حسني اللي جاب فيه اكتر من جول. فتحي مبروك اللي كان لا فتحي مبروك لا كانت فتحي مبروك مش فتحي مبروك ده مستر مانو الجوزيه 4 3 ده اسامه حسني. لا اسامه حسني كان في جوال تاني جابها كان في ملعب المحله مش عارف الاهلي كان بيلعب مع مين كده كان البطوله دي سجل فيها اسامه حسني كان فتح كابتن فتحي مبروك. انا فاكر ان هو كان الكابتن فتحي هو اللي ماسك تقلي 2099 2000 حاجه كده. احتفاليه كمان السوبر الافريقي لانها كانت عامله زي البطوله دي اول مره تدخل في تاريخ مصر واول مره تدخل دولاب النادي الاهلي 2002 دي مع مستر مانويل جوزيه. السوبر الافريقي دي برضو رائعه كمان لما كسبنا ريال مدريد طبعا حاجه يعني حاجه كان شرف برضو. انتوا دوختوهم خدتوا ريال مدريد وديتوهم الهرم ولففتوهم الدنيا كلها. طب انا عايز اسالك سؤال اسال وحات ابوك كابتن حسن شحاته لو ما لففتش روبرتو كارلوس وزيدان وبيكهام وراؤول لا ده انت لازم تمرمطهم مش محتاج تلففهم عشان تجيبهم الملعب خلصانين هتلاعبهم ازاي دول وكاس هتلاعبهم ازاي ما لازم كنت تمرمطهم اكيد. لا زيدان نزل الشوط الثاني فمش عاجبه الملعب ملعب استاد القاهره بالنسبه لنا عالمي استاد القاهره بالنسبه لنا حاسس ان في مطبات في حاجه الخطوط معموله على خشب هو مش عاجبه حاجه فهو واحد نزل له جريله بالكوره عايزه يمضي عليه راح باصص كده راح مسك الكوره وراح مطوعها في المدرجه لا قبل ولا بعد الماتش ده بين الشوطين ده بينزل الشوط الثاني يعني عارف انت هم عايزين يلعبوا كوره بس طبعا مش عارفين الملاعب مختلفة غير بتعمل الباص يعني بالذات لعيب زي زين الدين زيدان ده بس كويس انه ما لعبش بقى في عجروت في الجيش الثالث ولا لا ده استاد القاهرة يعني كان ساعتها بالنسبة لنا يعني بالنسبة لنا لعب في اوروبا كابتن علاء جامدة جدا. طب انا عايز اروح معاك لحتة بقى وانت يعني يمكن كابتن النادي الاهلي ولعبت منتخب مصر وخدت بطولة افريقيا 86 وبطولات كتير مع النادي الاهلي لحظة استغناء النادي الاهلي عنك ولما رحت نادي الاولمبي وجبت جول لا مش اللحظة الاستغناء لما رحت في الاولمبي جبت هدف في النادي الاهلي وانت في الاولمبي كان احساسك عامل ازاي؟ النقله دي يا كريم ما هو ما اصل حلوه دي سؤال حلو جه في دماغي دلوقتي انت عارف ان يوم المباراه دي دخل عندنا الاوضه دخل عندنا الاوضه يسخن عندنا أنا بص والله والله نسي راح دخل يعني عايزك تحكي لي من بدايه اليوم بتاع الاولمبي والاهلي لما انت رحت لعبت في الاولمبي قبل المباراه بيومين كويس كل اللي بيقابلني بيقول انت هتجيبه في النادي الاهلي كويس انا وانا الكلمه بقولها يا جماعه انا ولا عايز اجيب في النادي الاهلي حاجه خالص ولا عايز اثبت نفسي كنت لعيب وحش ولا حلو انا بعد النادي الاهلي ما استغنى عني انا راجل بحب الكوره وعايز اكمل وشايف نفسي اكمل فحبيت اكمل بس ده مش انا مش هدفي مش معقول بعد كل انا عايز احساسك انا عارف انت بتحب بس احساسك ايه بقى وانت بتلعب قدام النادي الاهلي النادي اللي انت بتعشقه وقضيت حياتك كلها فيه احساس اولا احساس من بدايه اليوم انا زي ما وليد بيقول انا نازل من الباص بتاع الاولمبي ما دخلتش اوضه النادي الاولمبي انا دخلت اوضه النادي الاهلي عملت ايه بقى بالظبط بص يا كريم بالظبط بحكي لك على ده من غير اي حاجه دخلت كابتن صلاح حسني طيب معلش هقطع كده عشان أحسن انت عارف ما الموضوع ده الهوا في الملعب مهم معانا السيد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق رايح يحتفل النهارده مع زملائه ومعاه مع لقاء مع شادي المأمور زميلي طبعا من استاد مختار التتش كريم معايا طبعا السيد حمدي جاي لا شوي عقبال ما ترجع لنا الصوره تاني طيب معلش عقبال ما حد يرجع بقى للموقف عشان الصوره قطعت مفيش فايده حتى الصوره طيب اوكي كويس كابتن صلاح حسني كان مدير الكوره كابتن انور سلامه كان هو المدرب مدرب الاهلي كان مين مدرب الاولمبيا كابتن بوري الله يرحمه كابتن بوري كان جميل كابتن بوري الله يرحمه دخلت سلمت عليهم وضحكوا وتهريج مفيش حاجه خالص كويس كان هم اللي خدوا قرار ولا الاداره ساعتها بالاستغناء عن علاء ميهوب بص كانت الاداره ويعني بعد كده عرفت ان انا يعني كمان دخلت في الموضوع كده اللي هو معاهم اللي هو مش يعني كابتن انور كان ساعتها ماسك فانت كنت زعلان منهم لا الحمد لله مفيش حاجه خالص اصل يعني خلاص الموضوع انتهى والايام لفت ودارت وسافرت مع كابتن انور سلامه ليبيا واشتغلت معاه في الاتحاد الليبي كمدرب طبعا لكن انا لقطت بكل طيب معلش رجع تاني للصوره يا رب يخلينا مع السيد المأمور والسيد حمدي لاعب الاهلي السابق ولاعب المقصه الحالي بيحتفل مع زملائه بالبطوله اللي هو شارك فيها مع النادي الاهلي طبعا جاي النهارده تشارك طبعا فرحه زملائك طبعا والجهاز الفني طبعا البطوله دي انت شاركت فيها طبعا من اولها طبعا فكلمني عن احساسك طبعا وايه اللي انت قلته للعيبه النهارده
تحياتي لك يا شادي وتحياتي لكريم، بقول له الف مبروك. وزي ما قلت لك الواحد فرحان ومتواجد طبعا، والنادي الاهلي بيحقق بطوله، اول بطوله فريق مصري يحققها هو النادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا على طول معودنا بالانتصارات ومعودنا بالبطولات، فحاجه يعني تفرح وحاجه تشرف الكره المصريه. ايه اللي انت قلته النهارده للعيبه، وازاي استقبلت اللعيبه وهم استقبلوك ازاي؟ يمكن انا لما جيت طبعا هم كان بداوا تمرين، فطبعا فانا احاول بقدر الامكان اسلم عليهم وامشي لان انا عندي معسكر. فانا استاذنت يعني كابتن مشكورا طبعا سمح لي النهارده ان انا موجود مع عندي معسكر عشان عندي مباراه بكره يعني. فلكن سلمت على الناس اللي موجوده، الناس المصابه فاستقبلوني بشكل كويس، والناس اللي موجوده استقبلوني بشكل كويس. فبقول لهم الف مبروك ويا رب ان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. سيد، تقول ايه للجمهور النادي الاهلي؟ طبعا انت اكيد مفتقده. الجمهور ده رقم واحد في النادي الاهلي، على طول بقولها، الجمهور رقم واحد في النادي الاهلي، هو الوحيد اللي بيدعم النادي الاهلي، هو الوحيد اللي بيقف جنبه، هو الوحيد اللي بيسافر على طول معاه. الجمهور الاهلي انه فعلا جمهور اصيل ويستحق البطولات اللي هو النادي الاهلي بيحققها، ويا رب ان شاء الله يدعم البطولات، وعايزينه يبان بالصوره المشرفه اللي بانت في المباراه النهائيه اللي كانت داخليه، وجمهور النادي الاهلي كان عاملين لفته كويسه قوي. فانا بقول جمهور النادي الاهلي، انت الوحيد اللي قادر ان الكره المصريه ترجع، وانت الوحيد اللي قادر ان الكره المصريه تبقى في مشاكل على طول. سيد، توقعت فوز الاهلي في اخر في الثواني الاخيره للقاء؟ يمكن يئس لحد الدقيقه 90، لكن بعد ما الحكم ادى 6 دقائق، فانا قلت الاهلي هيجيب جون، وتوقعت يا متعب يا رمضان، وفعلا الكوره جت لمتعب والحمد لله. يعني الواحد طبعا بعد فوز النادي الاهلي بالكونفدراليه الافريقيه كده الاهلي هيلعب في بطوله السوبر الافريقي ما بين بطل الدوري الابطال اللي هو فريق وفاق سطيف الجزائري وبطل الكونفدراليه اللي هو النادي الاهلي. ولكن البطوله او المباراه هتقام على ارض او ملعب صاحب بطوله دوري الابطال، وده العرف المعروف طبعا في بطولات السوبر الافريقي. فالنادي الاهلي هيلعب ان شاء الله مع فاق سطيف في الجزائر يوم 14 فبراير يا كابتن وليد. هم 14/2 14/2 ومقدمين التماس هم للكاف، عايزين ينقلوا بس المباراه من ملعب بليده متهيألي عايزين يروحوا سطيف او عايزين يروحوا، مش عارف ليه يعني، لازم يذكروا الاسباب برضو، عشان برضو الملعب لازم بيبقى ليه مواصفات خاصه. بالظبط، ده نهائي كبير وبطوله سوبر، والبطوله دي مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. ليه بقى؟ لان النادي الاهلي لو احرزها هيبقى صعب المهمه قوي. 21 لقب قاري خلاص. خد بالك الفرق الاوروبيه ما بتاخدش بطوله قاريه بسهوله. ايوه، فالميلان انت كده بتبعد كمان مده. صح. لا بتبعد مده. يعني تستقر، بس في ماتش صعب. انا فريق وفاق سطيف فريق قوي وهيشارك في كاس العالم للانديه كمان اسبوع او كمان 5 6 ايام، هيبقى عنده خبرات واحتكاك قوي مع منتخبات قويه، مع انديه قويه. كل المباريات صعبه وقويه، لكن عودونا رجاله الاهلي ان في اي موقف صعب النادي الاهلي. طيب حاضر. نكمل مع كابتن علي الموقف. مصمم احنا لسه قدامنا وقت بقى قبل ما نخش في ماتش المقاولين والاتحاد. كويس، دخلت الاولى وسلمت على كابتن انور واللعيبه وجود لك وكده، وكابتن حمدي مكرونه الله يرحمه هو اللي عمل لي كان جميل التسخين قبل المباراه. سخنك سخني قبل، بقول لك انا عملت كل حاجه جوه، عملت كل حاجه في غرفه النادي الاهلي. خرجت من غرفه النادي الاهلي على الملعب، على الملعب على طول. كويس، هي كان اليوم بادئ من بدايه الملعب. اولا ما سخنتش في اليوم ده، ما لهاش سخن. الملعب كان نادي المقاولين عرب، نزلت بالظبط كده جماهير الدرجه الثالثه كلها في وش جمهور الاهلي. هتاف يا كريم بهستيري ليك ليا. رحت له، رحت بقول لك ما قدرش يسخن. وفضلت واقف، وكل ما امشي لا. كويس، كملت التسخين طبعا على قد ما قدرت، ونزلنا وبدات المباراه وكده. كل اللي بيشوفني يعني مش عارف تقريبا حسام او مش عارف، انتوا كنتوا لابسين ابيض والاهلي احمر، الاولمبي احمر والاهلي، الاهلي كان لابس اخضر ساعتها والله. احنا في الازرق صاحب او ازرق ازرق اخضر 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 كان الاخضر والله كان بيلبس اخضر. نلبس اخضر ده انا عامل الجون التعادل، نلبس اخضر. اخضر ولا ازرق؟ ازرق يا كابتن. والله كان في سنه لبس النادي الاهلي اخضر. اخضر ده امتى؟ ده سنه كده والله العظيم. هو الاهلي احمر والازرق. طب والله ما شفناش اخضر دي خالص.
طب والله بحسب الماتش ده سنه كام عشان نجيبها، نحاول نجيبها من الماتش ده في الـ في الـ ده في 92 التسعينات 92 ايوه عشان 92 بعد انا بطلت فولنا كده يا جماعه. الهدف ده الهدف ده ما شفتوش مبدئيا بس ليه انا حرصت الهدف مع يعني اولا الهدف حلو جدا وغريب جدا وما يجيش. كانت النتيجه كام ساعتها؟ 1-0 1-0 لينا وبعدين تعادل 1-1 يعني هو اللي جاب الجول الاول. انا جبت الجول الاول للاولمبي في شوبير جول حلو جول فظيع. حسيت بايه بقى وانت بتجيب جول والجمهور حواليك؟ فصلت ما حسيتش بحاجه. احتفلت ولا ما احتفلت؟ فصلت ما عملتش حاجه. انا بقول لك والله العظيم انت قعدت تعيط. انا فاكر انا بعد الهدف ده وطلعت قعدت لك ربع ساعه. كان جول عالمي اعتقد. انا كنت صغير. جول غريب جدا كان باك ورد حاجه كده جول على الطاير كده غريب جدا فوق يعني. اولا الكوره كانت ملعوبه كان باكرات اسمه عطيه بيشوطها فهي رايحه بالعرض فانا توقعتها واخدها لا جول حلو قوي كويس وراحت في الزاويه وشوبير يعني شوبير ما اتحركش شوبير عمل كده لقى الشبكه جدا. انا بعد الهدف ده انا فصلت تماما عن الملعب. انا ما اعرفش ايه اللي حصل والله. والله انا كل بس جه قدامي كده انا ازاي اجيب جول في النادي الاهلي ده اللي طلع عليا وحياه ربنا يا كريم في دماغي ازاي عارف انت اللي هو انت عملت جريمه انت عارف ايه ماسك سكينه مثلا كده ايه موت ابنك فاهم انت عملت حاجه ازاي انا اعمل كده بس طبعا كابتن وليد جاب جول في الاهلي بكام على الاتحاد صح؟ لا يا نيك ما انا اتعلمت بقى لا انا كنت في الستة ياردة في مواجهه عصام الحضري عملت الناشوطه وراحت لعيبه بكعب الحسن وكله اتزحلق وحسن جابت جول خلصت نفسي خلصت طيب معلش هرجع تاني لكابتن علي عشان عايز اكمل الموقف ده كويس. انت ما كملتش الماتش ده كابتن بوري خرجك صح؟ طبعا هيستيري تعاط في الملعب عيطت. انا عايز اقول لك لعبت عيطت على نفسك ان انت مشيت من الاهلي ولا لا 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 خالص إيه؟ انا على الموقف نفسه بمنتهى الامانه من غير تمثيل انا اللي هو الجمهور عمل معاك ايه بعد ما جبت الجول؟ الدنيا اتقلبت على بعد ما جبت الجول علاء واللي حصل كمان اول مره تحصل يعني اداره النادي الاهلي اتشتمت في اليوم ده عشان انت مشيت اتشتمت عشان كويس. انا عايز اقول لك ان بعد ما حصل الموقف ده يعني لعيبه النادي الاهلي جات لك اكتر قبل لعيبه الاولمبي لما لقوني انهيار تام والماتش شغال انهيار تام كده وطلعت بره. انا خرجت حوالي 10 12 دقيقه بره انا قلت خلاص مش هنزل تاني. لقيت كابتن بوري مصمم انزل معاه. قلت له كابتن بوري خرجت 10 12 دقيقه بعد ما عيطت بره خالص ما نزلتش بلعب القصيم ولا انزل الملعب ولا بص ما جبناش الجون ساعتها ما جابوش الجون ساعتها كده جبنا في الشوط الثاني ولا عايز انزل الملعب ولا عايز ابص على الملعب ولا قادر يعني تقريبا رجلي مش قادر اشيل كويس. ف طب انزل يا علاء خلاص ده ناقص حوالي 5 دقايق والشوط ربنا يهديك يا ابني والله العظيم يا كريم بالظبط. طبعا كابتن بوري مش عايز اقول لك هو فرحان عشان قد ايه وكان احمد بس برضه عايز فريقه تكسب او يعني بالظبط يعني هو فرحان يعني فرحان ومبسوط واحمد الكاس وكده الناس كلها حواليا. بس انا نزلت ملعب كريم بالظبط 5 دقايق وقفت فيهم انا عايز اقول لك وقفت فيهم لو في كاميرا كانت عليا انا كان عايز اقول لك لعيبه الاهلي كلها جنبي والماتش شغال عمرو انور رجع جنب معلش يا كابتن زعلش يا كابتن علاء عبد الصادق مش عارف عبد الجليل كلهم محمد رمضان كله جاي عشان انا. المهم طب بالظبط الحكم صفر انا خلصت الموضوع انتهى بالنسبه لي. كابتن بوري علاء قلت له كابتن بوري انا مش هقدر العب تاني خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى تماما. المشكله بقى السنه دي تعادلنا 1-1 هنا مع النادي الاهلي في القاهره و1-1 في اسكندريه وللاسف بقولها للاسف طبعا عشان انا اهلاوي الاهلي خسر البطوله في السنه دي ضيعت منهم كان 3 بونت ساعتها ولا كان 2 تعادل هنا ده احنا على قديمه كان اسمه ايه اللي جاب عاصم زغلول كان في اسكندريه وعملت التعادل وعبد الجليل هو اللي تعادل للاهلي فكان لا كان يوم كان يوم درامي انا ما 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 ما, ما بحبوش لان تقريبا يعني كل واحد كل يعني كل ما قابل واحد يقول لي انت خليت النهارده عيطنا كلنا كل ما فيش حد ما قابلني يقول لي انت خليت عيطنا كله طبعا غيرك بقى عندي سيبك عندي والدتي في البيت بقى واللي حصل اللي كان الغريب تجيب جول في الاهلي لا خالص اذا كان زعلانه منك ولا زعلانه عليك؟ زعلانه عليا طبعا زعلانه عليا لا يعني اذا كان الغريب الموقف ضايقه تخيل والدتك بقى تتفرج عليك وبيحصل كده لا في البيت النهار يوم مش طبيعي يعني هي يعني كان والدي كمان الله يرحمه كان موجود وكده كان يطمنه بس لما انا رحت عنده انت كويس وكده وخلاص على كده بس ما كانش في موبايلات بقى ولا لا 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 هارد لك تليفونات بقى وكابتن وليد يحكي لنا بقى على لما لعب مع النادي الاتحاد ضد الاهلي ده هو بص اللي الكابتن علاء قاله ده كوبي بيست بس هو مع اختلاف الشخصيه شويه انا ما يعني في المواقف دي اكثر واقعيه شويه بس اللي بيقوله بالظبط كابتن محمد عمر وهو بيدينا المحاضره قال لو جه بنالتي وليد اللي يشوط قلت له لا معلش يا كابتن مش حاضر فاولات على الطمانية قلت له يا كابتن لا مش حاضر انا مش فكره لا مش فكره عايز تعيش انت حاج بص انا عايش انت مش فكره تعيش انت لا قالت له فين مراتك؟ قال لها تعيش انت قالت له انا عايشه
التجربه الدنماركيه. لا مش فاكر. الفكره زي ما الكابتن علاء بيقول، في انا كانت نفس المقاومات كده، مش فكره عايز اجيب جون في الاهلي، انا بادي مهمه. انت بتلعب باسم نادي الاتحاد ومحترف وكذا وكذا طبعا. لكن في شويه تفاصيل بقى اتغيرت. اول ما نزلت الملعب طبعا ده كان استاد اسكندريه، فمتقفل، متقفل جمهور الاتحاد ومتقفل جمهور الاهلي. فاول ما نزلت طبعا كان جمهور الاتحاد شجعني وجمهور النادي الاهلي شجعوني، والحمد لله رحت له. هو متاثر بالموقف، عرق على فكره، عرق والله. الدموع في الوقت ده او العياط في الوقت ده ساعتها، ده بيبقى علشان انت احساسك بالظلم ده للامانه. يعني هو كابتن علاء يقول بقى حاجات تانية، لكن انت فعلا حاسس انك مش وحبك للمكان، وحبك للمكان. لا للمكان. انا بالنسبه لي انتماء للنادي الاهلي بجد مش حكايه اصل بص هذه ظلم أم الظلم دي ممكن تبقى انت يعني ايه اللي هم ما عادش فتره في النادي الاهلي فاهمني، لكن انا بالظبط عندي 12 سنه في النادي الاهلي. دي كابتن وليد وهو بيبطل دي الماتش اعتزال عفروتو وتبطل ده عفروتو عفروتو جاب جول وعفروتو اللي جاب الجول ده. فلا انا يمكن انا اختلافي وقتها كان موضوع ده تييري هنري. ده الموقف اللي انت حكيت لي عليه لما مصطفى عفروتو انت لو عندك بقى الجون كمان يا عبزار تبقى عالمي. ده تيري هنري ويسلم على ميدو طبعا، لان كانوا مع بعض في الدوري الانجليزي. قلت لي اعرفه برضو ان ميدو لعب في مارسيليا. طبعا ما طبعا مارسيليا فرنسا، ده هو صديقه يعني. لان اول ما هو عارف كله. انت بتعرف تتكلم فرنسية ولا عايز اقول لك؟ لا انجليزي. هو بيتكلم انجليزي. عايز اقول لك ان هو كمان عرف كابتن حسام وعرف سعيد العويران السعوديه. السعوديه طبعا، سعيد شيكوس. شيتوس جاب جول اهو بدماغه. شيتوس جاب جول، وده النجم الكبير طبعا تامر حسني. وانتوا عارف تامر حسني كان معايا في الزمالك لغايه 12 سنه. والله كان لعيب كويس جدا. هو فعلا لعيب كويس لغايه 12 سنه كان او 13 سنه، وبعدين بعد كده بقى اتجه للغنى. وده الجون اللي انا جبته. هو اللي عمل بتاعتك على طول. وكابتن حسام كان عايز يديله كوبري راح قافل رجله. ده جون عالمي لميدو. عايز اقول لك جون حلو قوي قوي يعني. ميدو جايب جون حلو قوي. بعد كده ده الشوط الاول. بعد كده طلعنا وبدانا نتفرج على الناشئين اللي جاب منهم عفروت الجول. الحته بتاعت الكابتن علاء انا بقول لك ايه، فكره مش الظلم من النادي، انت احساسك ان انت قادر. ده طبعا ابن ميدو. حسن اعتقد اسمه ابن ميدو او علي تقريبا. يعني ابن اسمه علي. كانت الملعب كان متقفل برضه. انت جبت الحاجات دي منين يا عبد الظاهر؟ هما بقى بيبو وبيومي وعبد الظاهر جايب لنا حاجات بقى مش عارف منين. اهو ده عفروتو. ده الجون بتاع عفروتو. ده زي الجول اللي أيوة. بتاع ماتش الشورت بالظبط. وهاته من الاول هتلاقيه جاي من حته. بص صغيرين ازاي دول. عفروتو لسه صغير. بص جاي منين. بص مرقص كام. مرقص 3 4. بص الموهبه باينه جدا يعني. هو مزنوق على الخط وبيرقص 2 3. احنا هتلاقينا واقفين على اليمين كده انا وتيري هنري. وكان قال لك ايه بقى تيري هنري على عفروتو؟ قال لي ايه ده؟ ده لعيب قوي. قلت له ما عدينا من ده كتير والله. بس احنا الفكره انك ازاي يبقى عندك حاجه اسمها بص مرقص 1 2 بص وداخل هيقطم بالتالت. بص 3 وحطها في البيت. بص وحطها. كل ده اصعب حاجه في الدنيا انك تعمل مجهود بدني وبعديه مجهود مهاري. يعني حاجه بدنيه عاليه قوي وبعد كده تحط دقه. دي صعبه جدا. دي سمه اللعيبه الكبار. كمل لي بقى لما رحت عايز انا لا كابتن وليد بقى لما راح الاتحاد وبيلعب ضد الاهلي. بقول لك ان خلاص انت قصتك عرفناها. بص يا كابتن كريم المستوى والاداء هو اللي بيحدد انت اتظلمت ولا لا. اللعيب خصوصا لما يكون لعيب كبير وليه تاريخ جوه نادي لما بيطلع ويلعب في حته تانية مستواه هو اللي بياكد كان ينفع يستنى ولا لا. الاحساس بقى بالظلم بيجي منين؟ بيجي من ان شعورك انت لا انا قادر. الكلام ده كان هيحصل مع عماد متعب. خد بالك عماد متعب كان النادي الاهلي في كلام انه هيستغنى عنه من سنتين. صح ولا لا؟ صح. وهو مصاب. برافو عليك. وزادت النبره كلام كان في يناير اللي جاي ده ولما الفتره اللي ما كانش بيلعب فيها وكان في كلام كتير وناس بترغي وبتتكلم. وزادت النبره قوي 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 مع تغيير مجلس الاداره. وبعدين جه مجلس الاداره الجديد هنعمل ايه مع متعب؟ طب هنجدد. بدا يترمي في الجرايد حاجات. طب هنجدد سنه. طب هنشوف. طب صح ولا لا؟ وساعتها كان عماد متعب هنا بقى احساس عماد متعب بالظلم.
لكن الناس دي عشان الناس فاهمه وعارفه يعني ايه لعيب كبير وعارفه يعني ايه لعيب انت ممكن تاخد منه حتى لو اجزاء من المباراه. هو ده بقى اللي احنا عملناه. كابتن علاء راح تألق بشكل غير طبيعي في الاولمبي. انا شخصيا عملت سنتين في الاتحاد السكندري ولا اروع يعني. كان معانا كل حاجه. كنت بقى بتلعب الاهلي, اديني احساسك بقى في التسعين دقيقه وانت بتلعب النادي الاهلي او في اليوم اللي انت رايح فيه تلعب النادي بتاعك اللي انت بتحبه او النادي اللي انت قضيت فيه اجمل سنين عمرك في الكوره. انت مش حاسس بحاجه خالص. انت مش شايف حاجه خالص. يعني يجي يقول لك حد افتكر لي الاحداث اللي حصلت, تحس ان انت مغيب. مغيب تيشيرت لون تاني. بترجع بقى بالذكريات وانت في الاهلي وانت بتسخن في اوضه اللبس وانت يعني مع اللعيبه قبل المباراه. جبنا الجون الاول, احنا جبنا الجون الاول, الاتحاد جاب الجون الاول. انا كنت اروح على جمهور الاهلي. نسيت نسيت وهم في وشي. متعود انت قبل الماتش جمهورنا ده طبعا. يا خبر ابيض. انا عايز اقول لك بقى المفاجاه انه ناداني بعد الماتش, ودي حاجه. كان النتيجه كام؟ 3-2 لينا الاتحاد. ده مكسب تاريخي. النادي الاتحاد ما كانش كسب النادي الاهلي في استاد الاسكندريه من 20 سنه. انا مش عايز اقول لك اصلا اللي حصل. اللي حصل انا لما خدت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي او الدوري ما حصلش احتفال زي اللي النادي الاتحاد عمله لما كسبنا النادي الاهلي. ده انا عايز اقول لك ان احنا بنركب الاتوبيس والمفروض ان احنا بناخد العربيات من عند الاوتيل. اتصل مجلس الاداره وحول مسار الاتوبيس, تعالوا على نادي الاتحاد. البيبان اتفتحت والجماهير دخلت وجايبين زفه بلدي واللعيبه. انا اتشلت من الاتوبيس للاستاد جوه للكرسي اللي قعدت عليه. شيل انا والكابتن نادر السيد والكابتن سمير كمونه, كان لعيبه كبار بصراحه, وكان في حسن مصطفى ويوسف حمدي. حسن مصطفى ساعتها بعديها راح الاهلي على طول. رجع تاني كان عمل ماتش العمر 3 ده على طول. ده على بطل عماره ساعتها, بس مش مشكله. ساعتها راح النادي الاهلي على طول في يناير يعني. أيوه. الحمد لله كان ليا برضو مشاركه في الانتقال ده. احنا خدمنا النادي الاهلي حتى وانت جوه او وانت بره. انا يعني شاركت في صفقه محمد فضل انه ينتقل من الاهلي للاتحاد, شاركت في صفقه حسن مصطفى انه ينتقل من الاتحاد للاهلي. يعني كانت ايام برضو جميله, ايام حلوه. اكيد ان شاء الله يعني هتكون موجوده تاني. بالنسبه للعيبه الكره احلى فتره بالنسبه لهم يا جماعه لعيبه الكره هم في الملعب. ده حقيقي. هم بيلعبوا كلاعبين يعني. بعد ما اللعيب بيبطل او بيعتزل بيندم يقول يا ريتني كنت قعدت سنتين ثلاثه كمان. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن وليد وكابتن علاء ميهوب. ولسه خلي بالكم عندنا الساعه 7:30 لقاء المقاولين والاتحاد السكندري في بطوله الدوري الممتاز.